بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية السنة الأولى إعدادي. نستأنف مع الصفحة رقم 61. سنرى في هذه الفقرة لي تيب دو بلون. لي تيب دو بلون طبعا هي خلاصة لما رأينا فيما سبق فيما يخص محتوى الصور. بالنسبة للصور أو حتى بالنسبة للفيديوهات، نتكلم عن السينما، إذن ممكن أننا نصور مشهدا، تختلف الصور حسب ما تتضمنه من وضعيات المشهد. هناك صور وفيديوهات أنها تصور عن قرب، تصور المشهد عن قرب، ثم هناك صور أخرى وفيديوهات أخرى أنها تصور المشهد مثلا بعيدا. إذا نتكلم عن هذا الأمر هذا. إذا كمال نتكلم عن أنواع القرب من المشهد. طبعا كلمة بلون أنها تعني سطح، ممكن أنها تعني خريطة، ممكن أنها تعني مخطط أو مشروع. نتكلم عن سيرفاس بلان، يعني نتكلم عن مساحة مسطحة أو ريبريزونطاسيون دان اوبجي بار سا بروجيكسيون. إذا نتكلم عن تمثيل شيء من خلال إسقاطاته. إذا نتكلم عن تمثيل شيء من خلال إسقاطاته. إذا ريبريزونطاسيون دان اوبجي بار سا بروجيكسيون. وممكن أن كلمة بلون تعني بروجي، يعني أنها تعني مشروع. لكن الذي عندنا هنا طبعا مختلف تماما عن هذا. طبعا الذي عندنا هنا نتكلم عن المشهد الذي سنصوره. هل سنصوره كاملا؟ هل سنصوره جزئيا؟ إذا ما هي درجة التقاط هذا المشهد؟ إذا نتكلم هنا عن لي تيب دو بلون. إذا من أجل هذا الغرض هناك عدة تصنيفات. شاك فينيت كوريسبون ا ان بلون. طبعا كل صوره كما راينا انها تناسب منظرا معينا. شاك فينيت كوريسبون ا ان بلون. لي بلون سون دو غروندور ديفيرونت. سون دو غروندور ديفيرونت. اذا لي بلون، اذا هاد المناظر سون دو غروندور، يعني انها باتساعات، كما لو نقول بان باتساعات او بمساحات مختلفه. Les plans sont de grandeur différente. Et dans Hunaka, le grand plan, il y en a le grand plan qui montre les visages et les détails. Elle dit Wabdeh Mada, les visages. Elle dit Ubayin, el Aoujou et les détails. Wayubayin, Addaqa'iq. Wayubayin, Attafasil. Wayubayin, Attafasil. Yani, elle a Yushir, il a Bad Daqa'iq, fi El Mashhad. إذن au cinéma comme en photographie, في السينما كما في التصوير un gros plan parfois appelé close-up. أحيانا نسميه close-up. طبعا term anglais. طبعا مصطلح إنجليزي، كلمة إنجليزية. est un cadrage. est un cadrage. يعني هو تأطير. إذا نتكلم عن صورة تشمل أشياء داخل هذا الإطار. est un cadre هو تأطير. كي إيزول الذي يعزل. لو فيرب إيزولي يعني فعل عزلة. لو فيرب إيزولي هذا فعل عزلة. إتان كادراج كي إيزول إن بارتي دو كور إيمان. إذا نتكلم عن تأطير. أن كادراج كي إيزول الذي يعزل إن بارتي دو كور إيمان، التي تعزل جزءا من الجسم الإنساني. فيزاج ما بيه إتسيتيرا. يعزل مثلا الوجه، يعزل اليد، يعزل مثلا الرجل إلى آخره. إذن يعني أنه يركز على جزئين من جسم الإنسان، هذا هو المقصود. إذن الصورة التي تركز على جزئين من جسم الإنسان، هذه الصورة نصنفها بأنها غرو بلون. طبعا هذا عندما نصور شخصا، ولكن عندما نصور أشياء أو أن أوبجي أو شيئا أو ديمونسيون بلوز أو موان غروند، أو أن أوبجي أو ديمونسيون بلوز أو موان غروند بلوز أو موان غروند. وفي الحالة الأخرى عندما نركز على شيء معين نصوره بشكل كبير، يعني أكثر أو أقل. المهم أننا نركز على هذا الشيء بشكل أكبر. عندما نصور هذا الشيء بهذا الشكل، إذن فهذه الصورة نصنفها بأنها غرو بلون. إذن عموما عندما نركز على بعض الجزئيات في الصورة، سواء تعلق الأمر بالشخص أو بالشيء، فهذه الصورة تصنف على أنها غرو بلون.
ثم هناك لو بلون رابروشي، كما نتكلم عن صورة مقربة. رابروشي مونتر لو بيرسوناج دو بري، يعني أنه يبين الشخصية عن قرب. أو نيفو دو لا بواترين، يعني على مستوى الصدر. إذا لو بلون رابروشي مونتر لو بيرسوناج دو بري أو نيفو دو لا بواترين. لو بلون رابروشي مونتر لو بيرسوناج دو بري أو نيفو دو لا بواترين. كما نتكلم عن الصورة المقربة التي تبين الشخص عن قرب على مستوى الصدر، يعني أن تصور من فوق الرأس إلى مستوى الصدر، يعني أن لا تذهب مثلا إلى تصوير الشخص بكامله، بل تصور الشخص فقط على مستوى الصدر. في تعريف آخر، لوبجيكتيف دي بلون رابروشي، لوبجيكتيف دي بلون رابروشي، إذا الهدف من هذه الصورة بهذا الشكل، إذا كومبروند ديكريغ هي لفهم ولوصف لا بسيكولوجي، يعني الحالة النفسية وليزيمونسيون دان بيرسوناج، ثم انفعالات شخص، لاتونسيون دي سبيكتاتور، انتباه المشاهد، اي بورتي سور لو او لي روغار، انتباه المشاهد اي بورتي، يعني انه يحمل على، المقصود انه يركز على سور لو او لي روغار. انتباه المشاهد في هذه الحالة يكون محمولا، يكون مركزا على واحدة من هذه الأشياء أو عليها كليا. لذلك عندنا هنا سور لو أو لي، ايبورتي سور لو أو لي روغار ليز اكسبرسيون دو فيزاج، يعني أن تركيز المشاهد يكون مركزا على نظرات ثم على تعابير الوجه. لاتونسيون دو سبيكتاتور ايبورتي سور لو أو لي روغار ليز اكسبرسيون دو فيزاج، تركيز وانتباه المشاهد يكون محمولا على نظرات وعلى تعابير الوجه. بمعنى آخر أننا نقوم بهذه الصورة بهذا الشكل حتى يتمكن المشاهد من التركيز على نظرات وعلى تعابير وجه هاد الشخصية. لو بلون رابروشي طاي كادر لي بيرسوناج او نيفو دو لا سينتور. إذن في التعريف الآخر، لو بلون رابروشي طاي كادر لي بيرسوناج او نيفو دو لا سينتور، كما لو نقول بأن هذه الصورة تؤطر الشخصية على مستوى الحزام، إذن تماما كما نرى في الصورة. ثم أيضا لو بلون مويان، ثم عندنا لو بلون مويان ريبريزونت لو بيرسوناج دو لا تيت او بيي، إذن هاد لو بلون مويان ريبريزونت يعني أنه يمثل أو يقدم لو بيرسوناج، يقدم شخصية دو لا تيت او بيي، إذن أنه يقدم الشخصية من الرأس إلى الرجل. إذن الصورة التي تلتقط للشخص من الرأس إلى الرجل، إذن هذه نصنفها ضمن لو بلون مويان. لو بلون مويان، لو بلون مويان بوز لاكسيون إي لي بيرسوناج دو فاسون بلو سينيفيكاتيف كو لي بلون لارج. لو بلون مويان بوز لاكسيون إي لي بيرسوناج دو فاسون بلو سينيفيكاتيف كو لي بلون لارج. لو بلون مويان، كما لو نتكلم عن مشهد أو منظر متوسط، إذا لو بلون مويان بوز لاكسيون، يعني أنه يضع الفعل أو الحدث، يعني أنه يضع الفعل أو الحدث إلى بيرسوناج، ثم يضع الشخصيات دو فاسون بلو سينيفيكاتيف، يضعهما بشكل أكثر معنوية، بشكل أكثر معنى، يعني أكثر معنوية كما لو نقول. لو بلون مويان بوز لاكسيون إلي بيرسوناج دو فاسون بلو سينيفيكاتيف. إذن كما نتكلم عن مشهد متوسط أو منظر متوسط، أنه يضع الحدث أو الفعل ثم يضع الشخصيات بشكل يكون لهما معنى، بحيث يكون لهما معنى أكبر. كو لي بلون لارج، لي بلون لارج، كما لو نتكلم عن منظر مفتوح بشكل أكبر. لو بلون مويان، إذن هذا المنظر يقع بين، كما لو نقول بأنه يعطي للحدث أو للفعل ثم للشخصيات، يعطيهما معنى أكبر من الذي تعطيهما إياه المناظر الأكثر اتساعا. أوني ديكوفر، يعني أننا نكتشف فيها أن أو بليزيور بيرسوناج دو لا تيت أو بيي، يعني أننا نكتشف فيها شخصيات
من الرأس إلى الرجل. المقصود بأننا نشاهد فيها شخصيات من رؤوسهم إلى أرجلهم كما ذكرنا. أوني ديكوفر يعني أننا نكتشف فيها أن أو بليزيور بيرسوناج، يعني أننا نكتشف فيها شخصية أو أكثر. دو لا تيت أو بيي، نراها من الرأس إلى الرجل. أنسي كو ديفيرز إليمون، أيضا مختلف عناصر أخرى دو ديكور من المشهد. أنسي كو ديفيرز إليمون دو ديكور، ونكتشف فيها أيضا عناصر أخرى من المشهد. افيك سو تيب دو بلون، مع هذا النوع من المشهد لو سبيكتاتور، يعني أن المشاهد فا فغيمون سو فوكاليزي، يعني أنه سيركز حقيقة سور لي بيرسوناج اي لوغز اكسيون، يعني أنه سيركز على الشخصيات ثم على ما يفعلونه، ثم يركز على أفعالهم. إذن هذه الصورة بهذا الشكل أنها ستعطي للمشاهد صورة أوضح عن الأفعال، ثم عن صورة هاد الشخصية، ثم عن صورة الشخصيات. ثم هناك لو بلون دونسومبل. لو بلون دونسومبل كما لو نتكلم عن منظر جامع، كما لو نتكلم عن منظر مجموعة أو منظر جامع. إذن بلون دونسومبل بلاس لي بيرسوناج دون زان ديكور، يعني أنه يضع الشخصيات في مشهد. إذن هذا النوع من الصورة أنها تضع الشخصيات داخل مشهد، يعني أننا نرى ما يحيط بهد الشخصيات. إذن لو بلون لارج أو بلون دونسومبل، إذن ممكن أننا نسميه أو بلون لارج، إذن ممكن تسميته لو بلون لارج أو بلون دونسومبل. أتري بخوش دي بلون جنرال، يعني أنه جد قريب من لو بلون جنرال. لو بلون جنرال هو الذي سنرى بعد قليل، يعني أنه مشهد مفتوح بشكل أكبر. المشهد الذي نتكلم عنه هنا هو قريب من هذا المشهد المفتوح بشكل أكبر. لو بلون لارج أو بلون دونسومبل إي تخي بخوش دي بلون جنرال. دو ديفيرونس أسي فريكونت، دو ديفيرونس أسي فريكونت. إذن هناك فقط اختلافان يعني أكثر ترددا. إذن غالبا ما نجد الفرق بين لو بلون دونسومبل إي لو بلون جنرال، غالبا ما نجد هاد الاختلافان. إذن غالبا ما نجد هاد العنصرين كعنصري اختلاف. دو ديفيرونس أسي فريكونت. لو بلون لارج أو بلون دونسومبل، هاد لو بلون لارج يعني أنه تختلف عن لو بلون جنرال كونه إل فا سو فوكاليزي، يعني أنه سيركز على سور أن ليو، أنه يركز على مكان بعينه، كما نرى في الصورة أننا نركز على هاد الممر. إل فا سو فوكاليزي سور أن ليو، يعني أنه يركز على مكان بعينه. كوم إن غي مثلا، الطريق مثلا، يركز على طريق ما أو إن بلاس، أو يركز على مكان ما. Et surtout les personnages, وبالخصوص الشخصيات، seront suffisamment visibles، يعني أنهم يكونون بشكل كافي يمكن رؤيتهم. Pour que l'on comprenne leurs actions. Pour que l'on comprenne leurs actions. بحيث أننا نفهم أفعالهم. مثلا في الصورة التي عندنا هنا، هناك صورة واضحة بما فيه الكفاية لنعرف بأن هاد الأشخاص هم يعبرون الطريق. إذن et surtout les personnages seront suffisamment visibles pour que l'on comprenne leurs actions. وخاصة الشخصيات الموجودة بالصورة، أننا نستطيع رؤيتهم ونعرف ما يفعلون ونفهم ما يفعلون. le contexte، ثم هناك النقطة الأخرى التي يختلف فيها le plan d'ensemble عن le plan général. Le contexte est cette fois-ci décrit à échelle humaine. Décrit à échelle humaine. Le contexte est cette fois-ci décrit à échelle humaine. Le contexte المقصود به سياق أو الوسط الذي نتحدث عنه. طبعا عندما نتكلم عن سياق الجملة مثلا، فالمقصود به أننا نتكلم عن الجملة وسط مجموعة عبارات. إذن فمن خلال هاد مجموعة عبارات نفهم هاد الجملة. إذن نتكلم عن سياق الجملة. إذن هنا أيضا نتكلم عن سياق الصورة. إذن كمان نتكلم عن وضعية الصورة في وسطين ما.
إذن لو كونتكست إي سات فوا سي. إذن نتكلم هنا على الوسط الذي تتواجد به الصورة هنا. ديكري ا ايشيل هومان، يعني أن الوسط في هذه الحالة هنا أنه يوصف على المستوى الإنساني، بمعنى آخر أن الصورة تقدم لنا وصفا مجتمعيا، بمعنى آخر تتقدم لنا كيفاش يعيش الإنسان. بمعنى آخر الصورة هنا تتعتني بشكل أكبر بالوضعية الإنسانية، الصورة هنا تتنقل لنا بشكل أكبر الوضع الإنساني أو الوضع المجتمعي. إذن كما تلاحظوا بأن الصورة هنا، الصورة هنا تنقل لنا الجانب الإنساني في المعاملات إلى آخره أكثر ما تنقل لنا مثلا تفاصيل معينة، مثلا كما رأينا أنها تنقل لنا تفاصيل الوجه أو تفاصيل اليد أو تفاصيل شيء ما معين نصوره عن قرب، أو مثلا تفاصيل في عبارات الوجه أو تفاصيل في نظرات الوجه إلى آخره. إذن هذا النوع الآخر من الصورة أنه يركز على كما نقول الوضع الإنساني. ثم وأخيرا لو بلون جينيرال، ثم لو بلون جينيرال سي تو لاكسيون دون لسباس، يعني أنه يضع الفعل في الفضاء، المقصود أنه يضعه في مساحة أكبر. إذا لو بلون جينيرال سي تو لاكسيون دون لسباس، يعني أنه يضع لنا الحدث في الفضاء. لو بلون جينيرال مونتخ لونفيرونمون، يعني أنه يبين البيئة، مونتخ لونفيرونمون دان بيرسوناج، يعني أنه تبين لنا البيئة حيث تتواجد الشخصية، بيزاج فيل فول، يعني أنه تبين لنا بيزاج مثلا منظر عام، فيل يبين لنا المدينة حيث تتواجد الشخصية، لا فول يعني الجمهور، ربما أن الشخصية تتواجد ضمن جمهور ما. هذه الصورة تصور الجمهور حيث تتواجد الشخصية. إذن الصورة تصور منظر عام، تصور مدينة، تصور جمهورا حيث تتواجد الشخصية. ثم عندنا on peut observer une scène de différents points de vue. On peut observer، يمكن أن نرى، يمكن أن نلاحظ une scène، يمكننا أن نلاحظ مشهدا de différents points de vue. De différents points de vue، من عدة نقاط رؤية، المقصود من عدة زوايا رؤية. De différents points de vue، من عدة نقاط رؤية، المقصود يمكن أن نرى مشهدا من عدة زوايا، كما لو نقول من عدة زوايا رؤية. طبعا هاد الزاوية تتنطلق من واحد النقطة، تنتكلموا على الراس ديال هاد الزاوية. إذن on peut observer une scène de différents points de vue، يمكن أن نلاحظ مشهدا، أن ننظر مشهدا من عدة نقاط رؤية، المقصود من عدة زوايا رؤية. مثلا دون هو باغ لا بلونجي، يمكننا أن نراه من الأعلى باغ لا بلونجي، من خلال رؤية تسمى لا بلونجي. طبعا كلمة لا بلونجي في الأصل أنها تعني أكسيون دو سيمرجي اي دو سيجورني سولو، هي عملية أن تغطس ثم تبقى تحت الماء. إذن هذا هو المقصود بكلمة بلونجي، كلمة بلونجي تعني في الأصل عملية الغطس ثم البقاء تحت الماء، لكنها تعني في معنى آخر بخيز دو في، يعني كما نتكلم عن أخذ رؤية أو أخذ منظر. ديهو فيغلوبا، من الأعلى في اتجاه الأسفل، يعني أن الذي ينظر أو الذي يصور يكون في الأعلى ثم أنه ينظر إلى الأسفل، ثم أن النظرة أو الصورة تكون موجهة للأسفل. إذا نسميها ماذا؟ بلونجي. إذا نتكلم مثلا عن بخيز دو في بلونجونت، إن بخيز دو في بلونجونت، كما نتكلم عن أخذ صورة من الأعلى إلى الأسفل بمفهوم مصطلح بلونجي. ثم يمكن أن نأخذ هذه الصورة بشكل معاكس من الأسفل إلى الأعلى. On peut observer une scène de différents points de vue d'en haut par la plongée, d'en bas par la contre-plongée. إذن ممكن أننا نأخذها من الأسفل par la contre-plongée. إذن نعبر عن هذه العملية ب la contre-plongée. نستأنف الحلقة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.